لما حصل يا دكتور الموقف اللي ترتب عليه ازدراء اديان، كانت زلت لسان ولا اتفهم ده غلط؟ ده القضيه رافعها استاذ محترم سمير صبري، ورافع قضيه في مجلس الدوله لمنعي من الظهور اعلاميا، والله حقق له مراده وارتاح. ومين يبهج الناس؟ مين يقول لهم حاجات بشكل مبهج؟ الشكل ده ما عجبش حد محترم جدا. ما انا عشان كده بسال حضرتك، دي زلت لسان ولا قصدك ما تفهمش؟ كانت زلت لسان ولا قصدك ما تفهمش؟ ولا زلت لسان، انا اتكلمت باتباع. مش زلت نيله. زلت لسان وانا اهبل. انا يا دكتور لما بقول خروج عن النص ولا بيتفهم غلط، قصدي على الحاجات اللي اثارت جدل وعملت لحضرتك دوشه، زي مثلا لما حضرتك قلت اللي معهمش فلوس ما يتجوزوش. فاكر التصريح ده؟ فاكر التصريح، هو اتنسي وده المبدا هيتغير؟ لينا نبي يا حبيبتي عليه الصلاه والسلام، قال من استطاع منكم والباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يعني عليه بالجواز ولا حضرتك عليه؟ كملت بجمله تانية هي اللي عملت القلق، اللي هي ايه؟ في قنبله رميتها. حضرتك قلت نص المصريين نصهم ولاد حرام، لانه حرام ان الغير قادر ماديا يتزوج. لا انت مش فاهمه، والدنيا قامت ما قعدتش. خليها تقوم وتقعد عشان يعملوا رياضه. لما تقوم وتقعد يبقى في رياضه. رياضه دي مش لعب. بدل ما يقعدوا قاعدين مش لعب ده، وبدل ما يفضلوا واقفين على طول فيتتعب رجليهم يعني. يا حبيبتي هناك فرق بين الزواج الحرام وبين ما ينتج عنه من اولاد. اللي ينتج عنه من اولاد مش اولاد زنا، وانا عمري استحاله اقول كده. الزيجه حكمها حرام لكنها صحيحة، بس مفيش وقت كده مذيعة لطيفة وهادية زي حضرتك أشرح لها الكلام ده وأقول لها، أو مفيش وقت أرد على كل هبلة معاها طبلة بأنا قصدي إني قال ده إجماع الفقهاء. يا نهار أسود، هو مبروك عطية ده نجيبهم بالترتيب: أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد بن حنبل.